من الاخر الشخصيه دي او الراجل ده متعقد من الستات. الشخص ده متعقد من الستات وبيحب الاطفال. اوف اوف اوف، ايه ده؟ جبت الكلام ده منين؟ زي ما شفت في العنوان كده، تحليل شخصيه صالح التيجاني او الشيخ المتحرش. صالح التيجاني من اكبر شيوخ التصوف والفقهاء المشهورين جدا، بدعم من الممثلين والعلاقات العامه بتاعته. مؤخرا تم القبض عليه بتهمتين. التهمه الاولى ان هو بينشر معلومات دينيه خطا. انا شخصيا شفت له فيديو قبل كده بيتكلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مش بشري، او هو الروح بتاعته روح ملائكيه تقريبا، حاجه زي كده. انا عارف هو شطحاته ما شاء الله، او بمعنى اصح عنه شطحات مش طبيعيه. والتهمه الثانيه بقى، ودي الاكبر والاعم واللي عملت ترند وضجه كبيره جدا، وهو اتهامه بالتحرش في طفله، مع العلم ان هو كان على اتصال وثيق جدا باسره البنت دي، وخصوصا الام، لان الام كانت من اتباع الشيخ ده او من المغيبين يعني اللي هم بيتبعوه. طيب انا مهمتي ايه في الفيديو ده؟ وزي ما شفت في العنوان كده، تحليل شخصيه صالح التيجاني او الشيخ المتحرش، وهبين سبب كل الاحداث دي في الفيديو ده، وده طبعا عن طريق علم الفرازه. وعلم الفرازه ده بكل اختصار ان انت تقدر تحلل شخصيه الشخص اللي قدامك عن طريق ملامح الوجه. والعلم ده قديم جدا، مشهور جدا في الحضارات القديمه زي الصينيه والهنديه والمصريه، وحتى الحضارات اللي كانت منتشره في شبه الجزيره العربيه. وزي ما انتم عارفين اشتهر بالعلم ده العرب القدامى، كانوا بيستخدموه في حاجات كتيره قوي، زي ان هم يعرفوا نسب الشخص من شكل وجهه اصلا. ده موضوع كبير تاني يعني. ده غير ان اشهر واكبر عالم في العلم ده وهو الامام الشافعي رحمه الله. وبناء على هذا العلم والحمد لله مع العارف احمد زكي، حلل شخصيته وبين لك سبب البلاوي اللي احنا شفناها دي كلها. فقرب قرب كمان، روح يا سمير. تعالى كده نمسك التهم دي واحده واحده. هما اتنين سهلين جدا. التهمه الاولى وهي نشر معلومات دينيه خاطئه. ما هو السر يا ترى؟ ركز معاك. من البديهي ان عالم الدين او الفقيه او الشخص اللي هو عالم بالدين او ملتزم بالدين على الاقل، ان هو يكون من الشخصيات ان هي ملتزمه بشكل كبير جدا بالاعراف والعادات والتقاليد. طيب والصفه دي بنعرفها منين في الواجهة يا ابو حميد؟ بنعرفها كالاتي: بنعرفها من المنطقه اللي هي جنب العينين هنا دي. المنطقه دي المفروض ان هي بتكون داخل جوه، فالشخصيه دي هو في حقيقة الأمر المنطقة دي بتدل على إن الشخص هل هو مدى اجتماعيته شكلها عامل إزاي؟ أو بمعنى أصح، هل هو شخص اجتماعي أو شخص انطوائي؟ ولكن من ناحية الأفكار الذهنية، الشخص ده لما بيجي يفكر هل هو منفتح على ثقافات ولا منغلق على ثقافة واحدة؟ فالشخص اللي هو بيكون منغلق على ثقافة واحدة في الغالب بيكون الشخص اللي هو ملتزم الديني البحت اللي هو الطبيعي خالص. ولكن لما نيجي نتكلم عن فقيه أو رجل علم بقى ليه علاقة بالدين، لا، في الغالب وده العام في اكبر شيوخ الموجودين دلوقتي، زي مثلا عندك الدكتور طلعت هيثم، وعندك الشيخ عبد الله رشدي، وعندك علماء كتير من علماء المسلمين عندهم المنطقه دي منفوخه. ليه؟ لان هم منفتحين. لازم يكون منفتح اي عالم او فقيه في هذا العلم، لازم يكون عنده انفتاح في ان هو يفهم الثقافات اللي بره شكلها عامله ازاي، عشان يبدا يواكب الطرق او الافكار اللي يبدا يحطها لك في طريقه الكلام بتاعته. ما انا مش هفضل اعطي لك الخطب بتاعت ايام زمان دي زي ما هي لحد دلوقتي. ليه؟ لان في الحاد، في ناس بتطعن في الدين، في حاجات كتير قوي بتحصل ومنتشره دلوقتي، فالناس دي لازم وشرط اساسي هتلاقي عندهم المنطقه دي منفوخه شويه. وده اللي انت بتستغرب منه لما تقول الشخص ده ازاي مش ملتزم بالعادات والتقاليد، ده شيخ كبير ومعرفش ايه. هو مفيش حاجه اسمها اصلا ملتزم بالعادات والتقاليد، في حاجه اسمها منفتح على ثقافات. يعني انا بعرف الناس دي بتعمل ايه والناس دي بتعمل ايه، وفكريا انا بقيم الموضوع بالنسبه لي، ده موضوع تاني خالص. طب الشيء التاني وده المهم بقى، ان في صفات الشخص اللي هو المفروض يكون عالم في علوم الدين والحاجات دي، اولا لازم يكون شخصيه روحانيه. طب الشخص الروحاني ده بنعرفه من ايه؟ الصفه الاولى انك بتلاقي شحمه الاذن دي صغيره كده. ليه بقى الشحمه دي بتكون صغيره؟ لان الشخصيه دي عندها قدره على التنميه الروحيه مش التنميه الماديه. لما تكون الشحمه دي كبيره وحجمها كبير، فالشخص ده عنده قدره على التنميه ولكن الماديه اللي على ارض الواقع، يعني عايز توجه ناس مثلا عشان يعملوا حاجه معينه. انما لما تكون شحمه الاذن دي صغيره، فالشخصيه دي عندها قدره على التنميه الروحانيه. تنميه روحانيه يعني انا مقتنع بشيء جوايا وعاوز اخليك تحسه، اخليك تفهمه، اخليك
تقتنع بيه. الملمح الثاني في الروحانيات، ولكن ده مش موضوع في موضوع الشيوخ، ان هو تلاقي الخطوط متقطعه في الجبهه. الخطوط المتقطعه في الجبهه بتدل ان الشخصيه دي روحانيه، او الشخصيات بتحب تبحث عن الحقيقه في امور كتيره متعلقه بالحياه، يعني بيمر خبرات كتيره هو مش لاقي لها تفسير، وما زال الى هذه اللحظه مش لاقي تفسير، لان هو ما تعلمش من الخبرات او المواقف اللي هو مر بيها دي. الحاجه الثانيه ان الشيخ ده لازم يكون عنده قدره على الاقناع، عنده قدره ان هو يفهم الناس اللي حواليه هو دماغه فيها ايه، او المنهج اصلا الديني. فعندنا كذا صفه في علم الفراسه بتقول ان الشخصيه دي تقدر او عندها قدره على الاقناع. ايه هم بقى؟ اول صفه انك تلاقي الجبهه دي مرتفعه كده. الجبهه المرتفعه من الشخصيات اللي عندها قدره على تعقيد الامور. يعني ايه بيعقد الامور؟ يعني لما اشوف فكره معينه هبدا اخد منها فروع وفروع وفروع وفروع، وابدا اخطط بشكل فكري ان انا اجمع الخيوط دي مع بعض فاجمع فكره في الاخر. وده اللي بيخلي الشخصيه اللي قدامنا دي عندها قدره على الاقناع، ان هو بيعرف يرتب كلامه كويس بطريقه معينه بخطه معينه، فتبدا ان هي توصل للشخص اللي قدامه، بطريقه منظمه. دي لوحدها ما تكفيش، ولكن لو تاخد بالك زي ما قلت لك عنده قدره على التنميه الروحانيه، او يقدر يحسسك بحاجه اللي هو عاوزك تحس بيها. وعلى فكره برضو في حاجه بتدعم الموضوع ده، ان الحاجب يكون مقوس زي حاجب الشيخ بالظبط كده. الحاجب المقوس ده برضو عنده قدره على سرد القصص، سرد الحكايات، عنده قدره ان هو ياخد فكره من هنا وفكره من هنا ويجمعهم مع بعض ويعطيك فكره جديده تبدا ان انت تفهمها وتشعر بيها. والملمح بقى رقم 4، ان الشفايف لازم تكون متحدده بشكل واضح. بغض النظر عن حجم الشفايف لازم يكون متوسط، ما يكونش كبير ولا صغير. ليه بقى؟ حجم الشفايف المتوسط بيدل عن الشخصية دي عندها قدرة على الإطناب، أو قدرة على إعطاء مرادفات ومعاني كثر لما يدور في حول رأسه، أو يدور في رأسه يعني. الحاجة التانية، الشفة المتحددة عنده قدرة على اللباقة وانتقاء الكلمات بشكل تلقائي، متحدث بارع وتلقائي. والملمح رقم 5 وده الأهم، إن الشخصية دي لازم يكون عندها دافع إن هو يدعمك، دافع إن هو عاوز يوجهك، دافع او قدره او كاريزما على التاثير. ودي بنعرفها منين؟ من الوجنات المنفوخه يا صديقي العزيز. اي حد عنده وجنات منفوخه، وخصوصا لو كانت بارزه كده، فعنده قدره على الاقناع بسبب الكاريزما والهيبه بتاعته، ان هو بيكون شخصيه ذات حضور طاغي، وعنده قدره على الاقناع بثقته العاليه في النفس وحبه للمغامره واثاره الفضول. وهدعم الوجنات اللي هنا دي بحاجه اسمها الخدود، الخدود اللي هي تحت الوجنات بالظبط كده. لما تلاقي الخدود دي منفوخه كده، فالشخصيه دي عندها قدره ابداعيه، وعندها قدره ان هي توجه الاخرين بافكارهم الداخليه. فهو الشخصيه اللي قدامنا دي كده الى هذه اللحظه عنده قدره على توجيه الاخرين، عنده قدره على التاثير في الاخرين، عنده قدره ان هو يكون فعلا شخص مؤثر. ولكن بسبب ان ارتفاع الجبهه بتاعته، وان الجزء اللي هنا في المنتصف هنا منفوخ حبتين زياده عن اللزوم، فالشخصيه دي بدات انها تشطح، وده اللي بيخلي ان في سذج كثر بيتبعه هذا الشخص، لانه شخصيه مقنعه. طيب يا سمير، تهمه التحرش. شوف يا سمير يا حبيبي، معلش واعذرني، انا هسبق الاحداث واقول لك على اللي فيها. من الاخر، الشخصيه دي او الراجل ده متعقد من الستات. الشخص ده متعقد من الستات وبيحب الاطفال. اوف اوف اوف، ايه ده؟ جبت الكلام ده منين؟ هقولك. الاول تعالى نجيب حته متعقد من الستات دي ونفصصها كده. الشخص اللي هو متعقد من الستات ده ليه ملامح كتيره، فيهم كتير عن الشخص ده، وهذكر لك بعضه. الشخص اللي بيكون متعقد من الستات ده، اولا بيشعر ان هو تم خذلانه، بيشعر ان هو تم الغدر بيه من قبل شخص ما، بيكون عنده احباط كبير جدا من شيء معين. والصفه دي بنعرفها منين؟ بنعرفها من الوجنات دي تكون نازله على تحت مستوى الامن. الشخصيه دي بتشعر ان هو تم خذلانها من قبل الاخرين، وبتشعر ان هي مظلومه في المجتمع، او مش واخد حقها في الجانب العاطفي. والصفه الثانيه في الشخص ده ان هو بيكون شخصيه حديه. يعني ايه حديه؟ يعني من النوع اللي هو مش بيتنازل عن شيء من اجل حد، او من الاخر كده شخصيه ممكن نقول جافه في العطاء، جافه في التعامل بينها وبين الناس. وده بنعرفه منين؟ بنعرفه من الجفن السفلي المستقيم. الشخصيه دي بتكون زي ما قلت لك صعبه جدا في التعامل، شخصيه يكسب، هكسبك في التعامل، هكسب ان انا اخد الحاجه بتاعتي، هكسب بتنافسيه عاليه جدا. الحاجه الثانيه بتكون في الشخص اللي هو متعقد من الستات ده، ان هو بيكون سلبي من ناحيه العلاقات، سلبي من ناحيه العواطف والتعامل. يعني ايه؟ وركز معايا
هقول لك على الملمح ده. الشخص ده بنعرفه منين؟ بنعرفه ان الفم عنده اولا لما يكون من الزاويه الخارجيه هنا بيكون مقلوب كده لتحت، وفي نفس الوقت الخطوط بتاعت الاسرار نازله لتحت، يعني الاسرار اللي هو بيخبيها عامله له ازمات عاطفيه او عامله له مشكله عاطفيه هو مش قادر يحلها الى هذه اللحظه. واي لون اسود ما بين الشفايف هنا كده بيدل ان الشخصيه دي بتكن مشاعر معينه وكابتها مش بيطلعها لبره، محدش يعرف عنها حاجه. تخيل معايا كده يا صديقي، لو انت عاوز تقول لشخص معين ان هو انت قد ايه، انت بتشعر بالاحباط منه وقد ايه انت بتشعر باليأس منه ومش عايز تتعامل معاه وهكذا، فلما تيجي تتكلم فجأة كده وتقوم ساكت وعامل على فكرة انت، تقوم قافل بقك، القفلة دي بقى، القفلة اللي انت قفلتها دي بقى هي اللي بتخلي الخطوط دي تظهر، معناها اثار فقط، ها اثار بس. تانية اللي بتخلي الشخصية دي كده ان هي اولا ما عندهاش ميول كافي ان هو يكون علاقة مع انثى بشكل سليم او بشكل ستريت كده او بشكل واضح، يعني كده من الاخر الشخصيه بتحب ان هي تتعامل بشكل غريب ولكن مع النساء او بشكل ما في حاجه غريبه كده، او من الاخر كده الخلاصه يعني الشخصيه دي بتحب الاطفال. الملمح ده هو موجود في وجهه بس مش هينفع اقوله طبعا عشان ده الاهم والكارثي يعني، فطبعا طافي وبس كده. سمير يا حبيبي اعتقد انت فهمت الرساله الموجوده في الفيديو ده معناها ايه كويس، فاوعى تسلم عليك لحد وقرب قرب سلام.